للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام بهيئة علماء المسلمين في العراق. أهلا بكم دكتور إلى هذه الجولة الإخبارية. في أي سياق تقرأ هيئة علماء المسلمين الهجوم الذي وقع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. هي ليست الحادثة الأولى ولا نتوقع أن تكون الأخيرة، وهي ضمن مشروع إيران في المنطقة جميعا الذي حذرنا منه منذ سنين طويلة ولا سيما في السنوات الأخيرة. وإيران هي تقوم باستغلال أذرعها ولا سيما هذه الميليشيات في اليمن الحوثيين وفي سوريا حزب الله والميليشيات الأخرى في العراق وفي سوريا لتنفيذ هذا المشروع والتمدد في المنطقة جميعا، وهي تهدد المنطقة بجملتها ولا تقتصر على مكان دون آخر. نعم. وذكرنا سابقا أن هذا التمدد أو هذا التغول الإيراني في المنطقة هو كان بسبب جملة من العوامل بما فيها تخادمه مع المشروع الأمريكي الذي يريد إشعال المنطقة وإشغالها بالفتن. نعم دكتور، بعد هذا التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي، يعني هل تعتقد أن هناك ربما وعي عربي رسمي بخطورة بقاء هذه الميليشيات وعدم التصدي لها؟ للأسف التشخيص ناقص لدى الكثير من البلاد العربية ولا سيما في المنطقة، وهو أنه يدركون خطر هذه الميليشيات وخطر إيران، لكن لا يدركون أن هذه الميليشيات وهذا الخطر هو يعني مشروع واحد ومشروع لا يمكن أن يتجزأ. فما ما يقع من الحوثيين لا يمكن أن يتجزأ عما يقع من الميليشيات الأخرى الإيرانية في العراق، ولذا نرى نوعا من التخبط في بعض السياسات لبعض الدول العربية في التعامل مع هذه الميليشيات في العراق على سبيل المثال المتمثلة بحكومتها الرسمية في العراق. فنرى أنه ربما هنالك نوع من الدعم السياسي بل حتى المالي لهذه الميليشيات في العراق. إذن برأيك لماذا هذا التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي في هجماتها على منشآت مدنية في السعودية؟ يعني هو هذا جزء من أيضا التبجح الإيراني في جزء من تصعيدها لمحاولة لي الطرف الآخر ومحاولة إخافتهم. ونرى أن هذا التصعيد قد بلغ حدودا لا يمكن معها والسكوت عليها، ولذا نرى أنه على البلاد العربية بداية الطريق أنها تنظر إلى الموضوع على أنه مشروع واحد ويجب أن يكافح هذا المشروع، أعني المشروع الإيراني، بكامله وليس بتجزئته بمنطقة دون أخرى. ولا بد هنا أيضا أن تتخذ يعني خطوات عديدة، من أهم هذه الخطوات هو وحدة الصف العربي وإنهاء الخلافات الداخلية والالتفات إلى الخطر الحقيقي الإيراني جملة وتفصيلا في جميع المناطق في البلاد العربية. شكرا لك دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام بهيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف.